وسهلا بيكم معانا في حلقه جديده من بالهنا والشفا. يوم جديد وافكار جديده ووصفات جديده لذيذه كالعاده، بس كالعاده برضو مستنيين تليفوناتكم العزيزه جدا على قلوبنا على مدار الحلقه. الارقام بتاعه التليفونات هتنزل لكم على الشاشه دلوقتي، مستنيين تليفوناتكم اللي هي اعتقد بتبقى جزء كبير من تكوين العلاقه بيننا وبين بعض، وكمان جزء كبير من تكوين الوصفات بتاعه الاسبوع اللي جاي، لانه غالبا وصفات النهارده هتبقى مطلوبه من اسبوع او من اسبوعين، ودي الطريقه اللي اتعودنا بيها نشتغل بيها مع بعض من اول ما بقينا هوا. الحلقه بتاعه النهارده دي اتطلبت كتير جدا وعملتها معاكم ولكن بوصفات مختلفه. وصفه النهارده انا اول مره اجربها من اسبوع وعجبتني جدا جدا، فقررت ان انا اشاركها معاكم. الصيف بيحب الايه؟ بيحب اللمه وبيحب القعده، والقعده بتحب ايه؟ بتحب شويه مقبلات لذيذه، شويه مقرمشات حلوه كده. طيب احنا طول ما احنا منجرفين في فكرة شوية مقبلات على شوية مقرمشات على شوية بقسومات على شوية رقائق مش عارفة ايه اللي هيحصل، كم من النشويات بيدخل جسمي صحي او مش صحي كتير جدا. علشان نحدد كمية النشويات اللي احنا بنتكلم فيها دي مطلوب مني حاجتين. اول حاجة اقرر ان انا بالليل هقعد مع اصحابي وهنفتح فيلم او نتفرج على التلفزيون او هتقعدوا تتفرجوا على البرنامج دلوقتي، وهناكل مقبلات وهنقزقز وهناخد شوية مقرمشات وشوية غموس وشوية حاجات لذيذة، خلاص مش هحرم نفسي. تاني حاجة هحط ميعاد لده. يعني ايه؟ زي ما قلت لكم الجملة كده، افتكروا اول جزء في الجملة ايه. انا هعزم اصحابي او هقعد مع اخواتي وهنتفرج على البرنامج الفلاني او الفيلم الفلاني، وهنبقى بناكل في الوقت ده مقبلات. فانا حددت الوقت، مش رايحه جايه باخد منه. تالت حاجه احاول انه المقرمشات او الغموس اللي باكلها ده يبقى صحي. يعني ايه صحي يا ساندرا؟ يعني هو في نشويات، النشويات هي مصدر الطاقه الرئيسي للجسم، ولكن نشويات صحيه زي ايه؟ حاجات معقده زي دقيق حبوب الكامله، زي دقيق الشوفان، زي الشوفان نفسه، زي البطاطا، البطاطس، البسلة، كل الفريك، كل النشويات اللي مش لونها أبيض. طيب؟ طيب الوصفة بتاعت النهاردة دي هي عبارة عن مقرمشات أو رقائق، سموها زي ما تسموها. أنا عاملاها بالشوفان والعسل والملح، هي لذيذة جدا. مكوناتها عبارة عن إيه؟ معانا كوباية شوفان سليم، وكوباية ونص دقيق شوفان، معايا كمان معلقة صغيرة توم باودر، ملح، زيت زيتون 3 معالق كبار مش أكتر لو سمحتوا، معلقة صغيرة عسل، وممكن تعملوها معلقة كبيرة عادي، وكمان نص كوباية مية. ده وإحنا بنعجن شغالين هنشوف إيه القوام اللي عايزين نوصل. طيب الادوات اللي هحتاجها علشان اطلع الرقائق دي رفيعه وفي نفس الوقت تبقى سهله، انا مش من الناس اللي ممكن اقعد اعمل لكم واحده واحده كده وما عنديش صبر لده، فهعملها معاكم باسهل طريقه تطلع نتيجه حلوه انه سريعه وفي نفس الوقت رفيعه ومظبوطه. طيب قبل ما ابتدي اعمل معاكم الوصفه، عايزه اقول لكم انه استنوني انا وكل شيفات سفره الجمال والعزاز على قلوبنا كلنا يوم الجمعة بإذن الله في بايتس باي ذا سي في العالمين الجديدة. اللي متابع البرامج كلها وقناة سفرة الفترة اللي فاتت عارف واتأكد انه المكان جميل ويستاهل ان انتوا تروحوا. لما بتروحوا هناك في كم من الخدمات المدفوعة والمجانية كثيرة جدا فوق خيالكم، هتتبسطوا جدا جدا جدا. عارفين تروحوا بس كده تتمشوا من غير ما تعملوا اي حاجة، الجو، الطبيعة، المناظر الجميلة، والألذ والألذ من ده انه يوم الجمعة هيبقى فيه بايتس باي ذا سي، وده مهرجان الاكل اللي بنعمله كل سنة، ومتحمسين جدا ان احنا نقابلكوا هناك. طيب بايتس باي ذا سي السنة دي في العالمين الجديدة، فهو
مختلف وجديد واول مره يتعمل بالطريقه دي، فانا متحمسه جدا ان انا اقابلكم كلكم هناك. بصوا بقى احنا هنعمل ايه. احنا هناخد المكونات دي ونحطها فين؟ في محضر الطعام. حطيناها طلعناها، معايا سيليكون شيت مهمه جدا، معايا صاج مش مهم، يعني ايا كان نوع الصاج اللي عندكم مش فارق معايا، السيليكون شيت دي مهمه جدا، معايا الرولينج بين او النشابه بتاعتي، ومعايا كمان ورقه زبده اهي. طيب طيب هنعمل ايه؟ اقول لكم هنعمل ايه. تعالوا بصوا اهو نبتدي. انا ليه حاطه شويه شوفان وشويه دقيق شوفان؟ انا عايزه يبقى فيه كرامبز. يعني ايه كرامبز؟ يعني ما يبقاش ناعم قوي، النعومه الزياده في الرقائق بتخليها تاخد مني سوائل كتير فما تطلعش مقرمشه. فانا خدت بس بصوا معلقتين كده سبتهم احطهم على الوش اهو، وابتدي ايه، ملح وفلفل، كل المكونات اللي احنا ايه كاتبينها مع بعض هناك هنحطها هنا اهو. هنا بقى تقدروا، يعني انا مثلا حاطه توم باودر، حطوا باودرز براحتكم، نكهات براحتكم. زي ايه؟ عايزين تحطوا مثلا كاري باودر حطوا، ليه لا، بقت الرقائق بالشوفان والعسل والكاري. عايزين تحطوا تعملوها سويت، تعملوها حلوه، زودوا العسل وحطوا. واقول لكم ولا نعملها في مره مع بعض؟ هقولها لكم بعدين نعملها برده في مره مع بعض. نحط قرفه. يعني تعالوا كده نبتدي من الاول، لو انا عامله نفس الوصفه دي وشلت منها التوم الباودر، حطيت قرفه باودر وعسل زودته، يا سلام على لذاذه المقرمشات دي، هتبقى حلوه جدا جدا. وانتوا واقفين بقى في المطبخ جودوا يا جماعه، غيروا براحتكم. فكره ان انتوا الوصفه تبقى زي ما هي يا اما ما تتعملش، لا غيروا. طب انا عايزه اعمل رقائق بس عايزها حلوه مش حادقه، اعمل. ما تعملوش ليه وهي لسه حلوه ولسه صحيه؟ امبارح كنت بتكلم مع حد هتعرفه هو مين قريب، بنتكلم في فكره الاكل الصحي والدايت. فاول ما شافتني تقول لي ايه، يا دايت ده يعني حرمان لا دايت ده يعني حياه صحيه وحاجه لذيذه جدا، وتاكلي كل اللي نفسك فيه من غير ما تنكدي على نفسك وتحرمي نفسك من حاجه. لان انتوا لو للحظه حسيتوا ان انتوا حارمين نفسكم من حاجه باظ الدايت، ما بقاش يعني مستحيل تكملوا مهما كانت ارادتكم، شهر شهرين سنه سنتين وهترجعوا لا مش عايزه ابقى عايش حارم نفسي. نضرب بقى الحاجات اللذيذه دي مع بعض. بصوا يا جماعه انا مش عايزه اضيف الميه غير لما ده يبقى انعم، الا لو انتوا عايزينه يبقى خشن كده تمام، بس هو كل ما هتنعموه كل ما هيبقى ايه بيلم معاكوا اسهل. فانا هديله ضربتين كمان. في حتت كده في محضر الطعام والعجان بتنزل او بتلزق في الحيطه، فبنحتاج ان احنا ننزلها عشان تتضرب حلو وتتخلط زي باقي الخليط. فكره بقى ايه يا جماعه، مش قادره احكي لكم على حلاوه الاكل اللي احنا مجهزينها لكم في بايتس باي ذا سي. كل لما اجي اطبخ حاجه اقول ايه ده احنا مجهزين منها كذا. بصوا مش عايزه احرق لكم مفاجآت، بس انتوا هتيجوا نطبخ مع بعض، نعمل مسابقات وناكل حاجات من ايد بعض عاملينها مع بعض، واحنا مجهزين لكم شويه بايتس كده لذيذه. فعلا اوعدكم انتوا هتبقوا بتجربوا حاجات، جايز تبقوا بتجربوها لاول مره
وجايزتي بجربوها بطرق جديده ومختلفه. يا مدام سهام، الو الو، صباح الخير. ازيك يا ساندر؟ عامله ايه حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ وحشتيني. جميله وانت جميله حبيبتي، عيونك الحلوين ربنا يخليكي ليا. عامله ايه؟ انا عايزاك تقولي لي تتبيله البانيه والنبي. اقول لك تتبيله البانيه حالا، بس انا هقول لك على تتبيله البانيه وهقول لك كمان ازاي نعمل البانيه صحي من غير قلي. بصي، احنا نجيب الصدور، او يعني غالبا الفراخ بتتعمل بانيه بالصدور. هنجيب الصدور متقطعه سمك ووسط، خلاص، وهنتبلها ببصل اجنحه او ميه بصل، اختاري حاجه من الاثنين، لكن البصل المفروم لا، لانه هيضايقك بعد كده وانتي هتخلي القشره تفك. يا اما ميه بصل يا اما اجنحه بصل، ملح وفلفل، عايزه بقى مستارده، معلقه مستارده على معلقه زبادي، تمام. مش عايزه هو البصل والملح والفلفل احلى حاجه في البانيه. انا هدي ده ضربه كمان. وايه هم عايزيني اطلع فاصل، بس انا بصراحه نفسي اوريكم قوام العجين قبل ما نطلع. بصوا، شايفين اللي حصل ايه؟ انتوا شايفين؟ بصوا، فجأة من شوية المية دول بقت ايه؟ بقت عجينة. طب انا عرفت انها بقت عجينة ازاي؟ اتجمعت، لمت، كأني بعجن في بولة، لمت كلها في حتة واحدة من العجان. انا هطلعها وهفردها معاكم لما نرجع من الفاصل، او هفردها وادخلها وافرد واحدة تانية معاكم، ونعمل بقى لما نرجع من الفاصل الهموس اللي هنقدمه مع الرقائق دي. بس قبل ما تطلعوا فاصل كده، تعالوا عايزة اوريكم ايه قوام العجينة اللذيذة دي. بصوا، شايفين اهي؟ مش ملزقة، يا دوبك ماسكة نفسها اهو. طيب هفردها ازاي عشان لما ترجعوا ما بقاش عملت حاجة ما وريتها الكوش؟ هحطها كده خلاص، وهحط عليها ورقة الزبدة كده، وابتدي ايه؟ افرد، وبعدين هشيل ورقه الزبده، هشيلها كده، هتتشال، هتتزحلق معايا، وادخل السيليكون دي على الصاج في الفرن. استنونا بعد الفاصل. انا ما هنش عليا اعمل اي خطوه وانتوا مش معايا، مع انه انا مش مجهزه نسخه منه، فانا محتاجه ان انا ادخله الفرن بسرعه جدا جدا، بس كنت فارق معايا جدا اوريكم الخطوه دي. ورقه الزبده بتتشال بمنتهى السهوله من على الوش كده اهو، شايفين؟ طيب شايفين رفع العجينه؟ رفيع جدا جدا. طب شايفين ان انا ما احتجتش اتفزلك واقول لكم لازم تبقى العجينه مفروده من كل الاتجاهات زي بقى؟ لا، عادي، بيطلع شويه مش مظبوطين، وانا بصراحه مش بشيلهم، باكلهم. طيب تعالوا ايه، ناخد سكينه ونعمل نشكله كده اهو. شايفين لو قربتوا كده؟ شايفين العجينه مش ناعمه؟ العجينه تحسوا فيها قطع شوفان مع دقيق شوفان، مع مش كلها ناعمه. فده حلو. حلو ليه؟ لان دي الياف يا جماعه، انا ما كسرتهاش، حافظت عليها، هتدخل هتشبعني اكتر، هتاخد وقت اكتر في المضغ، وكل دي حاجات هتساعدني ان انا ايه ما اكلش زياده عن اللزوم منها. كنت بقى ادخلها جري الفرن. هدخلها ازاي؟ هاخد السيليكون شيت ده، عشان كده بقول لكم السيليكون شيت شرط من شروط نجاح الوصفه دي. طيب واخدها ادخلها الفرن. طيب الفرن خلوا بالكم كان معمول ان هو شغال من تحت وفوق شوايه، انا مش عايزاه يشتغل شوايه، علشان شوايه هيحرمش هيقرمش كده العجينه من فوق بزياده قبل ما تستوي حلو من جوه، فهيديها لون وهتخم انها بقت جاهزه وهي اكشلي مش جاهزه. طيب انا دلوقتي بقى هعمل اول غموس، واول غموس معايا هو ايه؟
غموس الجبنه الفته. بصوا الجبنه الفته من الحاجات اللي لو اكلناها كده زي ما هي انا من الناس اللي مستحيل ازهق منها، ولكن في ناس بتزهق منها، وفي ناس بيتكتب لها في ورقه الدايت اللي انا مش بحبها دي جبنه فته في العشاء، جبنه فته في الفطار، زي جبنه القريش كده. طيب طب هتعملوا ايه؟ هنتلاعب على الموقف وهنغير فيه طعمها ونخلي طعمها لذيذ جدا جدا. المكونات اللي معايا عباره عن ايه؟ معايا جبنه فته، معايا توم مفروم انا هفرمه دلوقتي بايديا، معايا مستردة، عصير ليمون، النعناع والريحان والشبت والبصل الاخضر. هعمل ايه؟ بصوا اول حاجه انا التوم ده ما فضلش ابدا ان انتوا تجيبوه مفروم، ومعايا الافوكادو كمان، ما فضلش ابدا انه تجيبوه مفروم، انا عايزاه كده سليم. خلاص بصوا بصوا اللذيذه اهي، انا عايزه فصوص التوم اللي هي ايه فريش، خلاص لانه بالمعلب ما بيبقاش حلو. انا جربته يعني، انا من الناس اللي دايما اجرب ايه، طب ده اسهل اجربه، هي لو طلع نفس الطعم هعمل الاسهل عادي. هاخد سنه ملح و هعمل ايه، هضغطه كده. الملح بيعمل ايه في الخضار؟ انتوا عارفين الملح احنا متفقين بيطلع الميه والعصاره اللي جوه الخضار، فهيخليه يتهرس معايا اسهل. هو انا اساسا مش عايزاه المهروس قوي اللي هو بتاع البرطمانات ده، لا، ولا عايزه احطه في الكبه، انا عايزاه يبقى فيه قطع صغيره. واحنا بنفرم التومه اللذيذه دي بقى، تعالوا نرد على ساره. يا ساره. الو، صباح الخير. صباح النور، ازيك؟ وحشتيني قوي قوي. وانت كمان وحشتيني جدا. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. ايه الحاجات الحلوه اللي بتعمليها دي؟ شفتي انت اللي عينيكي حلوه يا ساره وبتشوفي كل حاجه حلوه حبيبتي. بتحبي انت تقعدي تاكلي كده شويه بقسماط وشويه رقائق وتحطي غموس حواليكي كتير؟ بس مش كتير قوي يعني. كلنا صدقيني، انت عارفه انا من الناس اللي ممكن افوت وجبه قصاد ان انا ابقى قاعده كده قاعده فيها مقبلات كتير قدامي. حبيبتي والله. نورتيني يا سارة. نفسك في أي حاجة نعملها لك بطريقة صحية الأسبوع الجاي أو اللي بعده؟ لا شكرا، كل حاجتك حلوة. أنتي اللي حلوة. محتاجين حاجة. أنتي اللي حلوة. جربت كل وصفاتك طلعت صح. يا حبيبة قلبي، ربنا يخليكي ليا. فرحتيني يا سارة بتليفونك ومتابعتك ونورتيني، وهستنى تليفونك بإذن الله كل يوم. بصوا بقى، أنا عايزة الخرطة او الحجم اللي انا فيه ده خلاص، مش عايزاه ارفع او ما يعني مفروم اكتر. ليه؟ لانه ده كده هيبقى طعمه حلو خلاص، ومحدش يقدر ينسى فوايد التوم الفريش يا جماعة. فاكرين زمان كان في وقت كده طالع فيه يقولوا ايه، احنا هنحط هنبلع تومة سليمة الصبح، بعدين طلع بعد كده المكملات الغذائية اللي فيها التوم وزيت التوم. طيب فايه يا جماعة؟ فمهم جدا انه بدل ما نبقى بناخد ده في مكملات غذائية وزيوت وكده، لا طب ما ناخده عادي، ما هو ربنا خلق لنا الحاجة اللي بنستخرج منها بقى الزيوت والمكملات الغذائية، ما تاكلوا الاكل عادي. احنا لو كلنا الاكل عادي زي ما هو هيبقى ايه؟ هيبقى اصح لجسمنا. انا برضو فرمت الافوكادو كده، انا عايزه الوصفه دي تبقى بتتمضغ مش بتتغمس، يعني تاخدوها بالشوكه خلاص. اهو تعالوا نبص بصه على الرقائق بتاعتنا لسه. يا هيام حبيبه قلبي، عامله ايه يا سمرة؟ حياتي، صباح الخير، ايه الاخبار؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت اخبارك ايه؟ منوره الدنيا كلها. انا حلوه طول ما انا بسمع صوتك الحلو ده، ربنا يخليكي ليا حبيبتي. والله دي انت جميله وما شاء الله عليك يا ساندرا. والله والله يا هيام انت اللي جميله. انا بحب ابص لك كده بعيدا عن الوصفات. حبيبتي دي بصي انت بقى بصي ذوقك وجمالك. وصفات جمال. ربنا يخليكي ليا، انت بس اللي قلبك حلو فشايفه كل حاجه حلوه.
ربنا يرضيكي ويرضى عنك يا حبيبتي دايما. يا رب ادريك كلنا يعني كلنا. يا رب يخليك. انا عايز طالبه منك حاجه بس. طبعا قولي لي يا حبيبتي. بصي انا عايزه اللي هي الخلطه اللي انت بتحطيها على البطاطس اللي هي السلطه المكعبات المسلوقه، وعايزه مايونيز دايت. طيب يعني الحاجتين دولت، يعني انا عندي دلوقتي بطاطس انا نص سلقه عاملاها مكعبات، هعملها سلطه بطاطس. بس انا عايزه احط عليها خلطه بتحليها كده. مره انت عملتي حاجه، انت قصدك بودره البطاطس جميلة. بهارات البطاطس الباودر مش عارفه، مره عملتيها كانت حلوه قوي، حاولت اجيبها دلوقتي من على اليوتيوب مش عارفه. طب استني، تعالي ندور مع بعض. انت قصدك بهارات البطاطس اللي هي بنحطها على البطاطس المقليه، وانا ساعتها قلت لا انت عملتي خلطه زي مايونيز على مستردة على الحاجات دي. اوكي. طب انا هقول لك واحده كده، تعالي نخترع دلوقتي صوص من دماغنا، لان انا مش فاكره انا ساعتها كانت الوصفه اللي عاملاها ايه بالظبط. بس عايزه مايونيز دايت. نعمل المايونيز الدايت ده او المايونيز اللايت اللي سعراته الحراريه اقل، اول ما نعمله امتى؟ تعالي نعمله في حلقات اللانش بوكس بتاع دخول المدارس. بس تعرفيني دلوقتي موضوع البطاطس لان انا عملتها حالا. تسلمي. انت عايز تحطي معاها خضار ولا لا؟ الايه؟ عايز تحطي معاها انواع خضار تانية ولا لا؟ انا ممكن ابشر معاها جزر، عندي جزر ممكن ابشره عليها. حلو قوي. خلاص بصي بقى يا ستي، انت سلقتي البطاطس وعندك الجزر المبشور، هتحطي كميات متساويه من الزبادي اليوناني والكريمه الحامضه. ما عندكيش كريمه حامضه اكتفي بالزبادي اليوناني مفيش مشكله. هنحط عليه توم باودر، بصل باودر، ونضربه كويس قوي بايدينا لحد ما القوام يبقى ما فيهوش تكتلات. حلو. حلو. هخلص ده، هدخل هنزل عليهم بتوم مفروم وبشبت، هيبقى حلو جدا جدا مع البطاطس. طب ما عندكيش شبت فريش؟ ناخد شبت مفروم. يا وداد، وداد السلام عليكم. القناة كلها نورت. وعليكم السلام، ازاي يا حبيبتي اخبارك؟ الحمد لله حلوة. انت ايه اخبارك؟ والله نورت الشاشة. صدقيني انت اللي وحشتيني جدا جدا و يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا. عاملة ايه؟ والله تمام الحمد لله، وحشتيني وحبيت اسلم عليكي. وانت كمان وحشتيني. تسلم يدك على اللي عملتيه والله. ربنا يخليكي ليا يا رب. مبسوطة يا وداد بمتابعتك جدا، مبسوطة انه سفرة في كل حتة في الوطن العربي. يا حبيبتي شكرا والله لكم انتم. ممكن تعملين لنا العصيرات الصحيه مثل الجرين عصاير صحيه دوامات؟ ايوه الطبيعيه الصحيه مثل الجرين جوس. جرين جوس احنا ممكن ننزل لك مكونات جرين جوس دلوقتي او اقوله لك. عارفه الجرين جوس كله بيدور حوالين فكره انه الكرفس بيساعد على تنقيه الكبد، فلما ينقي الكبد يبتدي بالظبط كده، الكبد ده هو اللي بينقي بقى هو والكلى كل حاجه في جسمنا. فهناخد اعواد الكرفس. يور ويلكم يا حبيبتي. بصي يا ستي، هناخد اعواد الكرفس الفرنساوي، وهنحط عليها ليمون وجنزبيل وسبانخ فريش. خلاص. وحطي بقى اي حاجه تحليها براحتك. زي ايه؟ عايز تحطي عسل، عايز تحطي تفاح، عايز تحطي كيوي، عايز تحطي فراوله. الفراوله من اكتر المجمده اللي موجوده في السوق، دي من اكتر الانواع الفاكهه اللي بتغطي على طعم الكرفس، لان في ناس فعليا مش متقبله فكره ان هاخد الكرفس في عصير او في سمودي. فطيب في بقى حاجه، في يا سلام بصي معانا فريق اعداد رهيب هينزلك دلوقتي وصفه تانية بتاعه سموذي الكرفس بالتفاح، دي غير اللي انا قلتها لك. طيب كنت هقول لك ايه؟ الفراوله من الحاجات اللي بتغطي على طعم الكرفس. خلاص. فلو زودتي شويه فراوله وشلتي اي حاجه تانية تحلي العصير، انت كانك تشربي عصير فراوله. وفعليا هو فيه جنزبيل اللي هو مضاد للاكسده هايل، فيه كرفس اللي هو بينقي الجسم هايل. بصي قدامك مكونات تانية، واحد ابسط شويه مكوناته اقل. عاده في حاجه واحده فارق معايا جدا اقولها لكم وانتوا بتعملوا الجرين سموديز دي، لان اللي طلع موضه الجرين سموديز هي الشركات بتاعه الجوسرز بتاعه مكن العصير، فكانوا بيبيعوا لنا فكره الجرين سموذي على ان احنا هنصفيه من كل الالياف اللي فيه، فهيبقى ناعم وسهل تشربوه.
فعليا انا عايزه الالياف، فلو سمحتوا اعملوا العصاير دي والسموديز دي في الخلاط علشان تبقى صحيه اكتر، وتضمنوا ان انتوا واخدين كل الالياف اللي موجوده في الكرفس وفي بقيه انواع الفاكهه. انا هخلط بقى باقي المكونات دي مع بعض وهنزل عليهم بالجبنه، ومش ههرسها قوي، هدخلها كده في بعضها بالشوكه وهقدمها. يا دينا، ليرة، الو ميرا. اختي عليكي ميرا، انت بالذات ما ينفعش يقولوا لي اسمك غلط. وحشتيني قوي. وانت كمان عامله ايه ميرا؟ امبارح الحلقه كانت مظلمه بقى. لا لا ازاي، ما تقوليش كده، ده انت بتتفرجي عليها تظلم ازاي. يا حبيبه قلبي، ايه البنكات القمر دي؟ ازاي بس، هقول لك على حاجه، انا امبارح ما كنتش معاكم، بس كنت معاكم بطريقه تانية كده هتعرفوها بكره. ايوه ايوه، حاسه سفره مجهزه كم من المفاجآت الاسبوع ده هتنبهروا. يا حبيبه قلبي، انت كل الوصفات اللي بتعمليها اساسا اول ما بتحط ايدك فيها كده خلاص. يا ميرا ربنا يخليكي ليا ويخليلي قلبك الحلو اللي بيشوف كل حاجه حلوه ده. بجد انت اي وصفه بتعمليها بتحوليها بجد، والله مش بجاملك. امبارح الشوكولاته البريد اللي انت عملتيها ولا اروع. ربنا يخليكي ليا، جربيها جربيها تعجبك. عايزه اقول لك ان انا انا اساسا بالصدفه كان عندي حمص. حمص اوكي. فبعدين قلت ايه، طب ما اجربها كده، قلت بس مش هعملها بقى زي اكيد مش هطلعها زي ساندرا يعني. لا ازاي، انت طالعيه احلى من ساندرا. لا بجد عملتها امبارح عجبتهم كده جدا في البيت هنا. فرحتيني، الف هنا على قلوبكم بجد والله. وكنت عايزه ابعت لك بالليل ان انا عملتها، بس بصراحه اتنسفت. لا. شفتي، هو مش لازم كل الاكل الحلو اللي بنحبه ده يبقى قائم على حاجات غاليه فنقول لا مثلا مش هشتري ربع كيلو بندق بقد كده، في بدائل لذيذه. لا عندك حق والله، واقتصاديه وحلوه قوي. كنت بتتكلمي في اول الحلقه على الدايت، على فكره الدايت مش حاجه وحشه. صح بجد. عايزه اقول لك على حاجه، الواحد لما تبقى صحته احسن، ولا مثلا هو يطلع على السلم ويبقى تعبان ويقعد ينهج وكده. صح بجد والله. انا بالنسبه لي انا يعني انا كنت في وزن دلوقتي، وكنت زمان في وزن ايام الجامعه، بس حسيت ان انا دلوقتي احسن. حتى مثلا ماما ساعات تقول لي انا عايزاكي تتخني 5-6 كيلو، اقول لها لا حرام عليكي، انا مش لا والنبي بعديني عن الموضوع دوت، ده ممكن يجي لي اكتئاب. لا مش عايزه اتخن. انت عارفه يا ميرا، انا في وقت في حياتي وزني كان مبالغ فيه جدا، كلنا كده، وانا ما كنتش متضايقه من شكلي خالص، وكنت شايفه انه عادي، انا بلبس لبسي كل يوم، وكل ما العيد يجي انزل اجيب بنطلون مقاس اكبر، فمش بلحق اركز في ان انا وزني بيزيد. بس لما جالي وقت خسيت قوي، حسيت ياه ده انا عارفه اطلع السلم عادي، ايه ده، في ايه، الموضوع سهل ولذيذ اهو. حقيقي معاكي حق، فانا بوافقك ومعاكي جدا في اللي انت بتقوليه. لا بجد يا ساندرا والله العظيم بجد، الاكل الصحي مش حاجه وحشه. حتى انت حولتي الاكل اللي مش صحي، يعني مثلا الشيبسي اللي انت بتعمليه مثلا بدل ما بنجيبه من الكشك ولا حاجه، بقينا بنعمله في البيت وبطريقه جميله وبهارات جميله. وبعدين الزيت دوت بجد والكوليسترول والحاجات دي حقيقي. يعني مضره، مش حاجه حلوه قوي، فاهم قصدي؟ حقيقي كل حاجه باعتدال حلوه، يعني ناخد والله زيت صح بس باعتدال فعلا والله. لا صح. انت برنامجك بجد يعني هو بجد متعدد المميزات، كفايه ان انت بتعملي لنا الاكل ده بطريقه حلوه اللي احنا بنحب نجيبه، اللي هو في زيوت كتيره ده تحولتيه. ربنا يخليكي ليا، وتفضلي كده دايما بتكلميني تديني طاقه ايجابيه وتشجعيني ان انا ابقى بطلع كل الافكار اللي ممكن تطلع في الدنيا معاكم في الحلقات. انا هطلع فاصل ويكون ده استوى خلاص، انتوا شفتوا لونه ابتدى ياخد لون ذهبي كده. على فكره احنا بنطلعه من الفرن ما بيبقاش باري كريسبي، بيبقى لسه سنه طري، ولما بنسيبه على الكاونتر من 5 لـ10 دقايق هتلاقوه مسك وبقى اخد الكريسب الحلوه. الخليط بتاعي اهو شكله، وده كان غموس الجبنه الفته. هطلع فاصل عشان خلاص الكنترول هيشد شعرهم مني، وارجع لكم بعد الفاصل بوصفات غموس تانية لذيذه جدا جدا، استنونا. ارجع لكم بوصفه ولا ارجع لكم بمفاجاه؟ لا قررت ارجع لكم بمفاجاه. عارفين يا جماعة القعدة الحلوة دي، أقول لكم المفاجأة بعد شوية، أقول لكم الوصفة الأول وبعدين أقول لكم المفاجأة، في تشويق كده. طيب بصوا بقى، إحنا أول وصفة هنعملها مع بعض دلوقتي هي غموس لذيذ جدا جدا، الطماطم بالريحان. وأنا عارفة إن غموس الطماطم بالريحان أو الطماطم بالريحان دي معروف إنها إيه، طماطم تشاري صغيرة معمولة زي الطماطم المخللة كده بتاعتنا وبنزود لها ريحان. لا
انا هنا بقى حطيت فيها فاصوليا بيضة لان انا عارفة انها ليها اعداء كتير الفاصوليا البيضة دي، وانا على فكرة مش من محبيها قوي، ولكن في الوصفة دي هي طعمها حلو جدا. احنا هنعمل الوصفة دي في محاضرة الطعام، هيبقى غموس اوعدكم ان الناس هتبقى مش مصدقة انتوا عاملينه من ايه، ومحدش هيجي في باله انه يعرف ان فيه فاصوليا بيضة. بصوا معانا اللي هي علبة كان فاصوليا بيضة، وبعدين معايا عصير ليمون، ثوم مفروم، زيت زيتون، طماطم مجففة، ورق ريحان، وملح وفلفل، وبس كده يا ساندرا. تعالوا ايه نفتح محاضرة الطعام وهنحط ببساطة كل المكونات دي جوه، بس كده. يلا بينا. هبتدي ايه، بس عايزة دول يتفرموا الاول حلو. والزيت بقى احنا مرة قبل كده يا جماعة عملت معاكم الطماطم المجففة دي، كنتوا مبسوطين بيها جدا، لو عايزين نبقى نعملها مع بعض مرة تانية. الزيت بقى اللي بتاع الطماطم المجففة دي بيدي طعم اكتر من الطماطم المجففة نفسها. لو خدتوا بالكم انا شاورت لكم احنا هنحط واحده ورقه او ورقتين مش اكتر من الريحان، عشان ما يبقاش طعمه ايه، ما يمررش جوه الوصفه، والباقي هسيبه للجارنش او للتزيين بتاع الخليط ده. لو خدتوا بالكم كمان كميه زيت الزيتون اللي انا قايله لكم عليها انا حطيت تقريبا نصها، اهي بقيتها. طب ما انا كنت ممكن اكتب نصها من الاول، لا انا عايزاكم تشوفوا بعينيكم وانتوا بتعملوا الوصفات انه الوصفه هتطلع لذيذه جدا، وهي هيها باستخدام دهون اقل، لانه احنا كلنا في الاخر كستات بيوت بنقعد في البيت نفتح اليوتيوب او نفتح اي منصه تواصل ندور على وصفه عشان نقرر هنعمل ايه على الغدا دلوقتي حالا. فلما تفتحوا الوصفات دي انا او غيري دايما انتوا عايروا هل كميه زيت الزيتون اللي مكتوبه دي انا محتاجاها كلها؟ طب ما انا لو يعني وحطيته شوية اكتر في محضر الطعام هيبقى ناعم، مش هيحتاج كمية الزيت دي. هديه ضربة ووريكم ناعم قد ايه. اهو بصوا اللذيذ، انا معانا هنا سباتشولا اصلا. بصوا عايزين بقى انتوا تنعموا عن كده نعموا، انتوا حرين. انا هكتفي بده، ليه؟ ببقى عايزه حاجه فيه تتمضغ كده خفيفه، ولكن دي اذواق شخصيه. يعني انتوا ممكن تبقوا بتحبوا الحاجه ناعمه جدا زي الطحينه مثلا، فنعموه اكتر من كده، ادوله بس وقته في محضر الطعام مش اكتر، مش محتاجين كل كميه الزيت. عايزه كمان لما اخلص ده اوريكو الرقائق بتاعه الشوفان بالعسل طلعت حلوه ازاي من الفرن. بصوا اهو، بصوا هو عايز ايه، حاجه ناعمه يلف عليها. وناخد ورقتين الريحان دول نحطهم ايه على الوش. عايزين تزودوا ريحان باودر جوه تقدروا، وعايزين تحطوا ريحان برضو باودر على الوش تقدروا. بصوا اللذيذة. طيب نسكت قليلا
ونأكد على ان رشة زيت الزيتون اللي بتتعمل في المطاعم على وش الاطباق دي ملهاش لازمة، احنا حطينا زيت الزيتون جوه خلاص. اوكي، عشان بس ايه الرشة دي واحنا بنرشها ساعات بنحس انا بحط حاجة صحية زيادة، انا مبسوط فبزود منها، دي سعرات. اوكي، نقدم ده كمان كده، ده اللي هو الايه، حد يصدق ان ده طبق جبنة فتة يا جماعة بكل الالوان اللي فيه دي؟ طيب تعالوا بقى ناخده ايه، نحطه على جنب. عايزة، احنا معانا وقت لسه؟ هل معانا وقت افرد حتة العجين دي ونعملها مع بعض تاني؟ هنعتبر ان معانا وقت. بصوا بقى هنعمل ايه، بصوا بقى احنا هنجيب حتة العجينة، عشان لو حد ما اتفرجش على الحلقة من اولها يبقى ايه متابع احنا عملنا ايه، طلعنا الرقائق الخطيرة دي ازاي. احنا عملنا العجينة مع بعض، وممكن نحاول في اخر الحلقة ننزل لكم المكونات تاني. خلاص، طيب دي تعالوا ناخد ايه نصها، باين هي بصراحة، تعالوا هي عايزة ايه، عايزة تتعجن بنقطة مية تانية علشان ايه انا مغطيتهاش، اهو نحط بس نقطة مية. الشوفان من الحاجات اللي اليافه عالية يا جماعة، الالياف العالية دي بتمتص السوائل، فتلاقوا الحاجة نشفت قوامها اتغير، تتخضوا او تقولوا العجينة باظت، لا العجينة نشفت لان الالياف امتصت السوائل عادي جدا، نقطتين مية هرجعوها تاني اهو. طيب انا كده خلاص القوام عجبني، تعالوا نستغنى عن ده ونحط حتة العجينة بتاعتي على السيليكون شيت من غير الصاج عشان اعرف افرد براحتي. خلاص، الكنترول بيسألني بيقول لي ابتديتي السجمنت ده او الفقرة دي من انت هتقولي لنا مفاجأة وبعدين اتلهتي في الشوفان، اقول لكم على المفاجأة ولا ايه؟ بصوا، اعتقد انتوا دلوقتي عرفتوا مدى انبهاري بمدينة العالمين الجديدة ومدى حبي ليها، لدرجة ان انا بقيت اقول لهم ممكن نروح نصور بس حلقتين ونرجع تاني، ممكن نطلع هوا من هناك. ولما بروح هناك واقابلكم واشوف استقبالكم الجميل ببقى سعيدة جدا جدا. في بقى حاجة سعيدة قوي بتحصل النهاردة الأربع وبكرة الخميس في مدينة العالمين الجديدة، وهو أكبر رالي للسيارات الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط، حاجة تفرح القلب زي ما انتوا شايفين. المهرجان ده والانطلاقة دي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء واللجان والتحكيم ولجان التحكيم الدولية في منطقة أرينا العالمين. اللي راح العالمين الجديدة وعارف يتخيل الشكل ده هناك، المنظر بجد يا جماعة يفرح القلب ويحسسكم ان انتوا احنا في تطور مستمر. وعارفين لما تقولوا انا حلمت كتير قوي والاحلام اتحققت مش عارف احلم بايه تاني، هو ده الاحساس اللي جالي انا امبارح على فكره كنت في العالمين الجديده، ده الاحساس اللي جالي. مدينه اوروبيه تضاهي، يعني فعلا مش عارفه اقول لكم ايه، حاجه تشرف وتفرح القلب وتحسوا دي بلدنا. حاجه فعلا تفرح. ما اعتقدش ان انا هعرف افرد العجينه بعد ما اتفرجت على الفيديو الحلو ده، لاني بجد اتاثرت وفرحت قوي قوي. هفرد العجينه بقى في الفاصل وارجع لكم بعد الفاصل، نحطها في الفرن ونعمل وصفات غموس تانية لذيذه جدا جدا، استنونا.
ارجع اقول لكم وصفات ولا اشكركم على تليفوناتكم ومشاركاتكم الحلوه جدا النهارده، واشكركم على رسائلكم وحماسكم في الثلاث دقايق اللي طلعنا فيهم فاصل ورجعنا دول. المسجز اللي جات لي اسئله على الرالي بتاع السيارات اللي شغال النهارده وبكره تحسسني انه احنا كلنا فرحانين بنفس الحاجه، ودي حاجه حلوه قوي لانه في الاخر دي بلدنا، فلما كلنا نبقى فخورين وفرحانين بيها مع بعض دي حاجه تبسطنا كلنا. هنعمل نوعين غموس مع بعض، والحقيقه هم قالوا لي فاضل لك يا ساندرا دقايق، بس قلت لهم مش هقفل الحلقه دي غير لما اعمل الاثنين غموس دول. اول غموس معانا هو غموس الجبنه الفته بالعسل، وده عباره عن جبنه فته وجبنه كريمي، زيت زيتون، ثوم مفروم، شبت وعسل، عسل كتير ربع كوبايه، ومعانا كمان فستق مكسر وده اختياري، معانا كمان بصل اخضر وفلفل اسود. تعالوا كمان هقول لكم على مكونات الزكزيكي صوص علشان هنعمله برضو، او غموس الزكزيكي برضو هنقلب المكونات دي على بعضها. معايا كوبايه ونص من الخيار المبشور، كوبايتين زبادي يوناني، وهنا لازم يوناني لانه ده انا عاملاه غموس فعايزاه يبقى ماسك نفسه مش سائل. معايا كمان عصير ليمون، زيت زيتون قليل، هي يدوبك معلقه واحده كبيره، شبت مفروم، بقدونس مفروم، فص ثوم، ملح وفلفل. تعالوا نشوف هنعمل ايه كده، وبصوا الوقت يصارعني، الوقت يداهمنا. عارفين انا سهل، ممكن عادي اقول لكم في وصفه واحده في الفقره دي ونعملها مع بعض، بس انا بيبقى شايل عليا ان احنا نجهز وصفات ونتعب وانتوا ما تستفيدوش بالفكره من ورا الحلقه، وهي ايه؟ هي انه حلقه كلها غموس على نوع من انواع الكراكرز اللذيذ قوي اللي طلع قدامكم هناك ده. الكنترول عايز ايه؟ عايز يقول لي هاجي اقلب معاكي انا. عشان وقتنا بيخلص. بصوا اهو، والملح والفلفل اللزاز. وانا بصراحه هسيب شويه الفستق دول للوش، لانه حرام ايه تبقوا بتحطوهم جوه وما يبقوش ظاهرين. تعالوا بقى نعمل الوصفه اللي بعدها، وهي الزكزيكي صوص. عايزه اقول لكم ان لذاذتها هي ممكن تتعمل يعني في طبق التقديم من سهولتها. معايا الزبادي، ومعايا الخيار المبشور. في على فكره ناس في الوصفه دي يوناني، في ناس شفتهم كان كوكينج كلاس كده، درس طبيخ اونلاين ما حضرتوش بنفسي، لقيت انه بيصفوا الخيار من الميه بتاعته علشان يبقى القوام اتقل شويه، فلو عايزين تعملوا كده تقدروا تعملوا كده. والليمون والثوم المفروم، واعتبروا ان انا حطيت معلقه زيت الزيتون، لان انا بصراحه ايه عايز اكل من الغموس ده، ومش هينفع اكل كل الغموس ده وهو كلهم فيهم زيت زيتون، فايه نحط في واحد واحد لا كده نبقى معتدلين. ادي طبق الزكزيكي نوديه هناك، وادي الطبق بقى اللي انا ايه اراهن انه هيعجبكم وهتبقوا بتكرروه كتير جدا، وهو الجبنه الفته اللي بالعسل والفستق. وبكده ايه اقول وبكده نبقى خلصنا حلقتنا. خلاص شاهين عليا والله، قلت لازم ممكن يجي لنا تليفونين ثلاثه تانيين لزاز. يلا تعالوا ايه هنحط شويه فستق كده نجارنش الوش بتاعه، وبكده نبقى خلصنا الحلقه بتاعتنا اللذيذه جدا جدا بوجودكم ومشاركاتكم والاخبار الحلوه اللي احنا شاركناها مع بعض النهارده، ونشوفكم يوم الجمعه باذن الله في بايتس باي ذا سي.